سيف، سلام عليكم. عليكم السلام يا كابتن. ازيك يا استاذ سيف؟ مبروك الاول، الف مبروك على الصعود، وطبعا معايا الاستاذ سيف الاسيوطي مدير الاستثمار في نادي الاسيوطي. مليون مبروك وربنا يا رب يوفقكم ان شاء الله. الله يبارك فيك، وتحياتي ليك طبعا، وتحياتي للنجوم الكبار معتز وعنتر والعديسي ووليد، محترمين قوي. ها قاعده مع حضرتك دي يا كابتن، لعيبه يعني بتلعب دوري ممتاز، وتشوف كمان اللعيبه اللي موجوده في الدوري ما شاء الله عليهم والله بصراحه، وفي غيرهم كمان، يعني في غيرهم لعيبه في الاسيوطي بصراحه كانوا شادين انتباهنا، يعني سواء زملائي في الاستوديو كان عماره وبيبو وتامر عبد الحميد وهشام حنفي، بصراحه الفرقه كانت شدانا لدرجه ان البعض ربنا يسامحه يعني اتهمنا ان احنا بنحابلكم، يعني بس احنا والله لا بنحابلكم ولا بنحابل غيركم، بس هي الفرقه الكويسه بتفرض نفسها صح؟ طبعا طبعا الحمد لله، يعني اللعيبه كلها بصراحه كانت رجاله، يعني كل لعيبه مفيش حد قصر في الملعب، الجهاز الفني كان بيشتغل بجديه، مجلس الاداره كان بيوفر كل سبل النجاح للجهاز الفني وللعيبه. الامكانيات كانت موجوده طول الموسم، امكانيات ماديه وامكانيات ملاعب وسبا وهيلث كلاب وجيم، كل حاجه موجوده في النادي، فكل المناخ ده طبعا وكل الحاجات دي على بعض بتسبب نجاح اكيد. استاذ سيف، بما انك بقى ماسك ملف الاستثمار، انت في مشكله، وانا بقولها لك، هو انت صعدت الحمد لله، حققت الهدف السنه دي المطلوب منكم، وهو الصعود للدوري الممتاز. انت حضرتك السنه دي بقى انت داخل على مشكله، الاله وهي ان عندك لعيبه كتير ما شاء الله عليها، لعيبه كويسه، هتقعد اللعيبه دي ازاي؟ هتفتح تقنعها انها تكمل معاك ازاي؟ ولا الاغراءات اللي هتجيلك من الانديه من بره هتخليك تسيب بعضهم وتبتدي تشوف لعيبه تانية بدلهم، ولا بتفكر ازاي؟ دي كلها شغلتك انت، شغلة الاستثمار. طبعا النادي الاسيوطي نادي خاص، فلازم يبقى فيه جزء استثماري في النادي، لازم، ولازم النادي يبقى فيه ربح، يعني طبعا احنا نادي مش جماهيري، فنادي الاسيوطي ده معمول يعتبر استثمار رياضي بيزنس، فاي طبعا شركه بتتعمل، لو نتكلم على شركات عامه ده زي شركه، فالشركه لازم على المدى البعيد تحقق ربح، لازم طبيعي طبيعي يبقى فيه خطه موجوده للنادي الاسيوطي السنين الجايه النادي يكسب، لان احنا طبعا ولا بيجيلنا دعم من مؤسسات ولا بيجيلنا دعم، طبعا طبعا انت نادي خاص، انت مملوك لشخص، فطبيعي ان انت مستني من ورا النادي ان يبقى فيه ربح مادي، تمام، فاكيد الامور ان اللعيب يجيله عرض طبعا مغري بالنسبه للاعب وبالنسبه للنادي، الحاجات دي كلها بتدرس، طبعا بيتاخد قرارات في صالح النادي ايا كان اللاعب مستمر لانه هيفيد النادي، او العرض مش مغري بالنسبه للنادي، او العرض المادي كويس. طب ما تخليني اسال حضرتك سؤال تاني استاذ سيف، معلش انا اسف، يعني هل ممكن ان انت تسيب هذا الموضوع للمدير الفني اللي هيشتغل معاك في الدوري الممتاز، سواء كابتن ايمن كمل ما كملش، سواء ان انت هتجيب حد تاني بدل كابتن ايمن، يعني هل دي هو المدير الفني اللي يبتدي يلعب اللعبه دي ويبتدي هو يشوف لو فلان مشي نجيب فلان ولو فلان مشي نجيب فلان، ولا انت دي حق اصيل ليك بمناسبه ان انت في الاول وفي الاخر هو نادي استثماري؟ هو طبعا المدير الفني طبعا جزء من المنظومه، لكن احنا في نادي الاسيوطي، نادي الاسيوطي بيشتغل مش بالرجل الواحد، يعني يعني في سيستم معمول، في ناس مسؤوله عن كل قسم، في لجنه كوره موجوده، في مجلس اداره، في جهاز فني، بيبقى في اجتماعات ما بين الجهاز الفني ومجلس الاداره ولجنه الكوره، بنناقش كل الامور اللي ليها علاقه بفريق كره القدم في نادي الاسيوطي، فكل الحاجات دي بتطرح في لجنه الكوره وبتبتدي تشتغلوا عليها. بنبتدي نشتغل عليها، طبعا المدير الفني طبعا ليه سلطه كبيره وليه صوت، يعني بدل الصوت ليه صوتين، لان هو طبعا اللي هيبقى مسؤول عن النواحي الفنيه. لكن لجنه الكوره نجوم كوره سابقين؟ نعم، لجنه الكوره نجوم كوره سابقين؟ لجنه الكوره موجوده، لجنه الكوره من ضمن بتبقى متكونه من اعضاء مجلس الاداره والجهاز الفني. طيب. كابتن وائل حبيب مدير الكوره، مستر نهاد نائب رئيس مجلس الاداره، مستر محمود القصوطي طبعا، انا موجود في لجنه الكوره، وطبعا المدير الفني بيبقى موجود. عنتر جاي له عروض؟ والله عنتر جاي له عروض طبعا. فين بره؟ بيقول لي في عروض بره، بره فين؟ هو في عرض جاي له من صربيا، ده لسه صربيا. العرض ده جاي من بعد ماتش منتخب مصر المحليين مع بنين. فاحنا دلوقتي يعني طبعا كان تركيزنا كله في الماتش الحاسم، ماتش بني سويف، ماتش الصعود. عايز تخلص الاول. طبعا. فما اتكلمناش في اي حاجه، وانا قعدت مع عنتر وكلمته في الموضوع ده. وطبعا الصالح العام هنشوفه ايه للنادي ولعنتر طبعا. جاي له حاجه في مصر ولا لا؟
ولا في مصر ما حدش باصص له خالص؟ لا لا في مصر جاي له عروض برضه والله؟ اه جاي له عروض. لا عنتر لعيب كبير ده عنده 23 سنة اه ده لا عنتر لعيبه والله. احنا كمان في اول الموسم ركزنا ان احنا اللعيبه اللي تبقى موجوده في النادي اعمارهم تبقى صغيره. لعيبه محترمه بصراحه هم لان طبعا ده مجموعه مع بعض محترمه جدا بصراحه. اه بالظبط ومعدل الاعمار في نادي الاسيوط 23 سنه فانت بتتكلم في لعيبه كلها صغيره وعندها بوتنشال كبير صح ان هي تطور من نفسها اكتر واكتر وتستفيد من الخبرات اللي موجوده ان شاء الله في الدوري الممتاز. طيب هل النادي الاسيوطي مش هيقف في وش لعيب؟ اللعيب اللي يجي له عرض وتحس انك هتستفيد ماديا هتسيبه؟ اه مفيش مشاكل خالص يعني ده طبعا القرار ده ما بيبقاش قرار فردي، طبعا لجنه الكوره بتجتمع وبتناقش في الحاجات دي كلها وبنشوف الصالح ايه، هل اللاعب ده طب ما يا استاذ سيف انا عايز انا اسف للمقاطعه بس ما ينفعش الفرقه تطلع وتنزل، انت لازم تعمل لها بالانس، لازم يبقى فيها بالانس عشان لازم حته طبعاً ان اللي بيطلع هو اللي بينزل دي بكارثه يعني. لا طبعا هيبقى فيه بالانس والامور دي طبعا احنا اتعلمنا من الدرس درس الصعود الممتاز قبل كده عنتر مسميه ده كان درس لينا المجلس اداره فتعلمنا من الدرس ده وان شاء الله كل الامور السلبيه اللي حصلت في سنه الصعود اللي فاتت في الدوري الممتاز كلها تتعالج وان شاء الله نظهر السنه الجايه بشكل كويس واحنا بنوعد الجماهير كله وكل محبين النادي الاسيوطي ان شاء الله النادي الاسيوطي هيبقى ليه شان كبير في الدوري الممتاز واحنا حاطين بلان لمده 5 سنين نادي الاسيوطي السنه الاولى هيبقى فين السنه الثانيه هيبقى فين السنه الثالثه هيبقى فين وهكذا. فعلا الكلام ده البلان ده اتعمل اه البلان ده ابتدينا فيه يعني تمام عموما انا بتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله انتوا ناس منظومه محترمه ومنظومه نتمنى انها تبقى موجوده بقوه وتبقى فاعله زي يعني لسه كنت قاعد مع الكباتن وخدنا مثال كذا نادي فنتمنى ان الاسيوطي يبقى على شاكله هؤلاء ان شاء الله. اشكرك استاذ سيف الاسيوطي مدير الاستثمار في فريق الاسيوطي.